قررت منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك في اجتماعها النصف السنوي في فيينا المحافظة على مستويات إنتاج النفط السابقة عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، وهذا لمدة 6 أشهر أخرى. التفاصيل مع سلاف دهماش. كما كان متوقعا، مواصلة العمل بالسياسة الرامية إلى عدم خفض إنتاج النفط لمدة 6 أشهر أخرى هو ما أسفر عنه اجتماع الأوبك الذي أتى هذه المرة في ظروف استثنائية ميزها تباين الرؤى لدى الدول 12 للمنظمة بين خيار خليجي يقضي بإبقاء المنظمة على سقف إنتاجها الحالي، فيما ذهبت كل من فنزويلا والجزائر وإيران وأنغولا على الطرف النقيض، إذ أنها تدعو لخفض الإنتاج بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. وخرج اجتماع فيينا بالنقاط التالية: الإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا المعمول به منذ ديسمبر 2011، والذي تجاوز السقف الذي حددته أوبك ووصل إلى 33 مليون و500 ألف برميل يوميا باعتبارها سوقا حرة ويحق للجميع الإنتاج بالقدر الذي يريدونه. ولم يتضح ما إن كانت أوبك أخذت أي قرار بخصوص طلب أندونيسيا الانضمام مجددا إلى المنظمة بعد أكثر من 6 سنوات على انسحاب بها. هذا وأكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أن من السابق لأوانها الحديث عن عودة إيران إلى سوق النفط. وقررت أوبك عقد الاجتماع المقبل في 4 ديسمبر، أي بعد 6 أشهر من الآن. قرارات منظمة الأوبك من شأنها فتح الطريق للنفط الصخري الذي أصبح ضرورة لابد من التعايش معها، وهو ما قد يدفع ربما المنظمة لأخذ استراتيجية جديدة للتعامل مع الطاقات غير التقليدية. ومعنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ الخبير الطاقوي بوزيان مهما. مساءكم سعيد أستاذ بوزيان. مساء النور ومساءكم أسعد. بداية أستاذ مزيان عفوا أستاذ مهما، فيما يخص قرارات التي خرج بها اجتماع نصف الشهر لمنظمة الأوبك الذي خرج بنقطة نقاط منها الحفاظ على نسبة الإنتاج ب 30 مليون برميل، ما قراءتكم لهذه القرارات وهل من أشياء إيجابية أو نقاط إيجابية خرج بها هذا الاجتماع؟ حقيقة ينبغي التنبيه أن هذا القرار لم يكن مستبعد، وقد صرحنا فيما سبق منذ أيام لقناة النهار المحترمة بأن من المتوقع بأن هذه القمة لن تأتي بجديد وستحافظ على سقف الإنتاج المتداول حاليا، وكذلك سوف تبدي ارتياحها لحالة الانتعاش النسبي للأسعار، وهذا ما كان. حقيقة كان الذهاب إلى هذه القمة تقريبا بنفس الأوضاع التي كانت عليها في سنة 2014، مع المعلوم أن هناك الآن فريقان على مستوى منظمة الأوبك يختلفان جذريا في المقاربة. هناك المجموعة الخليجية التي تتركز في السعودية والكويت والإمارات وقطر، والتي تستحوذ على أزيد من 55% من حصة الأوبك، والتي تدافع عن الكمية مقابل السعر. وهناك المجموعة التي تقودها الجزائر، وفيها فنزويلا ونيجيريا بالإضافة إلى العراق وإيران، وهذه التي تدافع عن سعر عادل بالنسبة للمستهلكين والمنتجين. خصوصا أن الجزائر قامت باجتماعات ماراثونية لحث دول منظمة الأوبك لخفض الإنتاج البترول في هذه الفترة لربما إنعاش الأسعار تاع البترول. في رأيكم لماذا لم تنجح الجزائر ربما في إقناع منظمة الأوبك؟ حقيقة المعروف أن الجزائر في خياراتها وفي طروحاتها خاصة الدبلوماسية وفي العلاقات أنها دوما أنها تلتزم الرزانة والهدوء. في الجزائر لم تريد أن تشق عصا أن تشق الإجماع النسبي أو الحذر في منظمة الأوبك. فبإمكان الجزائر خاصة مع عودة إيران بقوة أن تنتصر لخياراتها، لكن حقيقة هذا ما يشهد الجزائر دوما أنها تحاول أن تحافظ على الإجماع، لأن ليس من مصلحة الجميع أن 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 أن, أن يحدث هناك شرخ كبير على مستوى منظمة أوبك. ولذلك الآن هناك رهان على إمكانية حقيقة يعني باللغة الأجنبية أو مقاومة
الضغط حاليا في انخفاض الاسعار وإمكانية. لكن سيد مهما عفوا، لكن لما تصر منظمه الاوباك الحفاظ على او على عدم تخفيض انتاج البترول في هذه الفتره؟ حقيقة أستطيع أن أقول هناك ثلاث عوامل أساسية تراهن عليها المجموعة المسيطرة من على الأوباك، وكما قلنا وهي كارت المجموعة الخليج التي تقودها السعودية. هناك ثلاث عوامل. العامل الأول هو عامل أن هذه المجموعة تسعى إلى الدفع بعدم دخول الغاز الصخري والنفط الصخري إلى الساحة الطاقوية، لأنه قراءة هذه المجموعة بأن دخول الغاز والنفط الصخريين إلى المنظومة الطاقوية الدولية سوف تتراجع قوتهم وموازناتهم على مستوى سوق النفط. هذا أولا وبسرعة. ثانيا، هناك عامل سياسي واستراتيجي بالنسبة لهذه المجموعة. هذه المجموعة أنها تعمل على إضعاف على الخصوص إيران، وإضعاف أيضا حتى العراق التي الآن سياسيا نستطيع أن نقول موالية لإيران. ولذلك هناك نستطيع أن نقول حرب استنزاف بين الكارت الخليجي وبين إيران وروسيا. أما العامل الثالث وهو كذلك عامل استراتيجي، لأن هذه المجموعة أساسا تسعى أن تبقى كمجموعة موحدة، أنها تفرض الزعامة والهيمنة على المستوى الطاقوي وعلى المستوى الاستراتيجي في المنطقة، وأيضا أن تعمل من خلال هذه العوامل التي تدعمها الوفرة المالية الكبيرة. نعم. التي توفر عليها كارتل الخليج حقيقة أن تبقى. نعم. هي القوة المهيمنة على المستوى الإقليمي. أكيد أستاذ مهما بوزيان، هذا القرار قرار منظمة الأوبك بالحفاظ على نسبة إنتاج النفط في هذه الفترة سيكون له انعكاس سلبي على أسعار النفط. ربما البعض يقول بأنه سيكون في انتعاش طفيف لأسعار النفط، لكن ما الحلول بما أنه الانتاج سيبقى في المستوى نفسه؟ حقيقة أنا ممكن أذهب إلى النقطة الأساسية، لأنه ممكن الوقت يسمح. أنا قلت وأقول دوما بأن في هذا الوضع، ورغم أن هناك قراءة بأنه أسعار النفط سوف يكون هناك انتعاش طفيف في حدود ممكن نختم هذه السنة سنة 2015 في حدود أسعار في مستوى 62 69 أو حتى 70 دولار للبرميل، لكن أقول بأنه التجربة الجزائرية في سنة 2014 أثبتت بأنه حتى في حالة انهيار الأسعار الجهد الوطني وتكاتف المؤسسات والصرامة في الموازنة المالية وفي النفقات بإمكاننا أن نستطيع حقيقة أن نحافظ على قوة اقتصادنا. وقد قلت حتى بالنسبة لقناة النهار بأن مجمع سوناطراك رغم انهيار الأسعار في السداسي الأخير بأن هذه المجموعة استطاعت أن تقوم وأن تحقق إنجازات لم يشهد. نعم. السوق الطاقوية الوطنية منذ الاستقلال ومنذ تمام المحروقات، ولذلك. نعم. الآن الرهان هو على الجهد الوطني، ولذلك أقول دوما بأن. نعم. الآن علينا أن نذهب إلى دعم احتياطاتنا من النفط، إلى دعم قدراتنا في الإنتاج، وكذلك توسيع القاعدة الإنتاجية حتى ولو يبقى الرهان على الكمية مقابل السعر. نعم. سيكون بإمكاننا أن تكون لنا قدرات إنتاجية وضخ. نعم. المزيد من حتى تعويض النقص. نعم. الذي يمكن أن يسبب فيه. نعم. وصلت الفكرة أستاذ مهما بوزيان على كل هذه. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات التي قدمتموها لنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. العفو.